مرحبا وأهلا وسهلا في جميع المشتركين عندي، سواء كنت قدام أو جداد. إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير يا رب. طمنوني عنكم بالكومنتات واكتبوا لي من وين عم بتتابعوني. وصفتنا اليوم وصفة كتير لذيذة اللي هي الفريكة. رح نعمل فريكة مع الدجاج بطعم جدا مميز. طبعا كل بيت له طريقته وله بهاراته اللي ممكن يطبخ فيها ويعمل الفريكة، بس اليوم رح أعملكم إياها على طريقتي. تابعوها معي للآخر وإن شاء الله رح تحبوها ورح تعجبكم. بس بالبداية حبيت أشارككم فنجان القهوة تبعي. كنت عم بجهز قهوتي الصبح، طبعا أنا قهوتي العميد بجيبها معي دايما من الأردن، ما بستغني عنها، يعني بحسها أزكى قهوة. انتوا بتحبوا العميد ولا بتستخدموا نوع تاني؟ شو نوع قهوتكم؟ طبعا انا بحبها تكون وسط ومع هيل، يعني هاي المفضلة عندي. وبحب كمان يكون عليها وجه، ما تكون بدون وجه، يعني بحسها أزكى. هيك انا بحب اشرب القهوة. وهلا بعد نخلص فنجان قهوتنا رح نبلش في الطبخة. تابعوني. وصفتنا اليوم وصفة كتير لذيذة، تابعوها معي للآخر. ولو حبيتوا الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس. أول إشي أنا سلقت الدجاج مع بصل وعود قرفة وفلفل أسود، وحطيت ورق غار وحطيت عليه ملح، وزي أيام زمان أيام جداتنا حطيت الفريك بصينية وقعدت أنا فيها أتأكد إنه ما فيها حجار، وغسلتها غسل، ما بنقعها أنا بس بغسلها غسل، لأنه آخر إشي ممكن الواحد يتقبله إنه يلاقي حجار بالأكل، فضروري إنه نعمل هاي الخطوة. بس هي طلعت الحمد لله نظيفة ما فيها، بس أنا هيك احتياطا ليطمئن قلبي عملت هاي الخطوة. وهلأ بالطنجرة حطيت شوية زيت زيتون مع سمنة بلدية، بس دابت عندي السمنة نزلت عليها البصل المفروم ناعم. البصل أنا بنعمه أكتر إشي على محضرة الطعام عشان ما يبين بالأكل، لأنه زوجي ما بحب البصل أصلا، وما في طبخة بحسها بتزبط بدون بصل. بعديها نزلت الفريكة المغسولة كتير منيح على البصل وحمصتها، يعني خطوة تحميص الفريكة مع البصل كتير مهمة. وبننزل عليها البهارات. انا البهارات ما بكتر بهارات عليها، بحط بس حطيت هون كركم، الكركم كتير مفيد، وحطيت شوية فلفل اسود وشوية بهارات مشكلة، وحطيت عليها مية سلق دجاج وتركتها. بتركها انا تتهدى تقريبا، بستغلي بوطي عليها الغاز وبتركها لمدة 45 دقيقة. بعديها بطفيها وبكمرها، بخليها تستوي على راحتها، ما بفتح عليها الغطاء ابدا لحتى تستوي بالبخار وتتفتح عنا الحبة. وهلأ أنا بجهز الأشياء اللي رح أحطها على الوجه. أنا هون قليت لها لوز، طبعا بتقدر تحطوا اللي بدكم إياه، وقليت بازيلا لأنه الأكلة ما فيها خضار، يعني زي ما أنتم شايفين ما فيها لون أخضر، فأنا حطيت بازيلا على الوجه. ممكن تحطوا بقدونس على الوجه برضو. بالنسبة للمكسرات اللوز بتقدروا تحطوا لوز، بتقدر تحطوا كاجو اللي أنتم بتحبوه. والدجاجة أنا حمرتها ببهارات مشكلة مع زيت، حطيت زيت زيتون وبهارات مشكلة وكركم، وحطيتها بالفرن. وهيك كانت وصفتنا لليوم جاهزة. ما شاء الله الريحة عبت العمارة، وهاي الوصفة بحسها كتير مناسبة للعزايم والمناسبات، بتقدروا تقدموها لضيوفكم، طعمها كتير كتير شهي. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله إنه عجبكم ويعطيكم ألف عافية.